بيبدأ فيلمنا مع كايل ميلر سمسار الماس فاخر غني شبعان فلوس وهو سايق عربيته البورش الجامدة جدا جدا جدا. بيتكلم في التليفون مع واحد جايب له صفقة للألماس اللي معاه بمبلغ كويس من غير ما ياخد منه عمولة. كايل بيدخل بيته الفخم وبيلاقي ولاعة ذهبية شكلها غريب جنب حمام السباحة. سارة مراته وبنته إيفري كانوا بيتخانقوا على حفلة كايل وسارة رافضين إنها تروحها. سارة قالت لبنتها أبوكي جاي من رحلة شغل وعايزين نتعشى مع بعض النهاردة كعيلة لطيفة جميلة. وكايل لما دخل عليهم قال لها أنا قلت لك مفيش مروح للحفلة دي، الحفلة دي هتكون كلها أولاد أكبر منك وهيضحكوا عليكي ويستغلوكي يا بنتي، وبعدين أنت لازم تعرفي إنك لسه صغيرة ومش قد مسؤولية الخروج لوحدك وسط الناس. هنا بيجي له تليفون تبع صفقة الألماس وإيفري بتطلع لأوضتها وهي متضايقة من كلام بابا وماما. كايل دحرج الميسة لمراته وراح لأوضة المكتب عشان يشوف أمور الصفقة اللي قلبها دماغه دي، بينما سارة جوزها كان وحشها فكانت بتجهز نفسها عشان يقضوا وقت زي الفل مع بعض، وهو بيتكلم في التليفون سارة قالت له عايز تاكل إيه على العشاء يا حبيبي؟ كايل قال لها لا انا معايا مكالمه مهمه دلوقتي وهخرج تاني وهبقى اكل اي حاجه وانا في الطريق. الام الحنون اخذت اكل البنتها الغضبانه وقالت لها انا هسيب لك الاكل قدام الاوضه. لما بنتها قالت لها انا لا عايز اكل ولا اشرب في البيت ده، سرقت لها طب انا هسيب لك الاكل قدام الاوضه، انت بنتي الحلوه الجميله ولازم تفهمي اننا بنخاف عليكي مش عايزين نحبسك زي ما انت فاهمه يا بنتي. واتحصرت على العشاء العائلي اللي باظ من كل ناحيه، بينما كايل راح لمكان غريب في بيتهم كله قوايم خشب ومشمعات من البلاستيك. إيفري استغلت انشغال اهلها وخرجت من وراهم من غير ما يحسوا حاجة. واحدة من الصديقات الفاسدات كانت بتستناها بره بالعربية عشان يروحوا للحفلة مع بعض، وهم بيتكلموا مع بعض صاحبتها ما خدتش بالها وكانت هتعمل بيهم حادثة لكن ربنا سترها. سارة الحزينة طفت الشموع اللي كانت عاملاها، وكايل قال لها ان صفقة الالماس ماشية كويس وهيبيعهم لواحد غني جدا، وقال لها هو انظم بنتنا الفترة الأخيرة، أنا لقيت ولاعة سجاير جنب حمام السباحة وأنا جاي النهاردة. سارة قالت له إيفري مش بتكرهنا، إيفري بتكره تصرفاتنا وخوفنا عليها لأنها لسه صغيرة وبكرة تكبر وتفهم، وبعدين أنت وحشتني أوي يا كايل ولسه هتعطف وتلطف معاها. قال لها انا عندي ميعاد بكره بدري مع صاحب صفقه ولو فوتت الميعاد ده الصفقه كلها هتبوظ. لما لقاها اتضايقت قال لها اوعي تزعلي مني انا بعمل كل الشغل ده عشانك انت وبنتنا وعشان اوفر لكم حياه ومستقبل كويس. وهم بيتكلموا جاء انذار ان في حد على بوابه بيتهم بيقول انهم شرطه وبيدوروا على مجرمين هربانين نطوا في البيت بتاعهم. كايل سمح لهم بالدخول وقال لمراته تجري تطمن على بنتهم. ساره بتخبط محدش بيرد فبتفتح الاوضه وتتفاجئ ان بنتها مش موجوده. بنتهم كانت في الوقت ده وصلت هي وصاحبتها للحفله وناويين يقضوها شخبط شخبيط لخبط لخبيط، بينما الناس اللي دخلوا لبيت كايل كانوا مجرمين لابسين لبس شرطه وعارفين ان بنت كايل مش موجوده، وسالوا ابوها وما عن الميعاد اللي هترجع فيه، لكن كايل وساره قالوا ما اعرفش. زي ما المجرمين دول طلب التليفونات بتاعتهم وراح مكسر موبايل كايل وساره ما كانش معاها موبايل. كايل حاول يقاوم ويضربه لكنه فشل، وزعيم المجرمين دول قال له لو عملت حاجه زي كده تاني هعمل دماغ امك صفايا. وقال لساره انا معايا رقمك اصلا وعارف انك معاكي تليفون يا حلوه. اتصل بالرقم بتاعها وقال لواحد من اللي معاه يروح يجيبه. بعدها ساله عن الرقم اللي وقف نظام الانذار بتاع البيت لان الانذار ده لما بيشتغل بيتصل بالشرطه لوحده. في الحفله شاب مطرشم بيفتح مكان مليان ممنوعات وفلوس وبيحاول يجرجر رجلين إيفري لكنها بتصد وبتطلب اوبر بسرعه عشان تروح. قاد المجرمين قال للست اللي معاهم تطلع فوق للجهاز بتاع كاميرات المراقبه وتراقب رجوع بنتهم للبيت، وقال لكايد افتح لنا الخزنه دي والا هتكون الخسران الوحيد هنا، كل الحاجات اللي بيتك دي متامن عليها ومفيش حاجه خليك تخاف من الفار لو سرقنا الالماس اللي جوه. كايل لما رفض اخده مراته ساره عشان يهددوا بيها، وواحد من المجرمين دول قال له انا عارف كل حاجه عنك وعارف ان الالماس اللي جوه ده اقل حاجه في ثروتك الكبيره. ساره وهي خايفه طلبت من كايل انه يديهم الالماس اللي هم عايزينه. كايل قال لهم انا حتى لو اديت لكم الالماس ده انتوا مش هتعرفوا تبيعوه وانتوا هتدخلوا السجن على طول لان سرقتكم هتتكشف في توا والحال يا اغبياء، ولما اساميكم ترتبط بسرقه الالماس ويتقبض عليكم هيتعرف كمان ان انتوا اللي خلصتوا عليا انا ومراتي وقتها مش هيطلع عليكم نهار. واحد منهم كان عايز يخلص على كايل فزعيمهم منعه وقال لكايل يكمل كلامه. كايل قال لهم ان تجاره الالماس مش زي ما انتوا فاكرين ومش هتعرفوا تبيعوا حاجه انتوا سارقينها لان حتى لو عرفتوا تبيعوها مفيش حد هيخاطر ويحط فلوسه في الماس مسروق، بدل ما تسرقوه وما تستفيدوش منه انا ممكن ابيعه وتاخدوا نصيبكم منه وخلاص. واحد من المجرمين قال لاصحابه احنا بنضيع وقتنا مع الشخص ده ولازم نخلص عليه لو ما رضيش يفتح الخزنه. جونا اخذ زعيم العصابه قال لكايل وانت بقى فاكرنا ناس عبيطه مش كده؟ عايزنا بعد ما ناخد الالماس ندهولك تاني عشان تبيعه وتدينا نصيبنا، وبعدين انا شفتك بعيني قبل كده وانت بتاخد فلوس من ورا الالماس ده فادينا الفلوس احسن لك. ساره افتكرت صوت جونا وعرفت انه كان شغال عندهم قبل كده. العصابه رجعت للتهديد تاني فكيل قال لهم خلاص سيبوا مراتي تمشي من هنا وانا هفتح لكم الخزنه. ساره قالت له ما تفتح لهم الزفت بقى عشان نخلص. فكيل قال لها ما انت غبيه ومش فاهمه حاجه، حتى لو فتحت لهم الخزنه برضه هيخلصوا علينا لما ياخدوا اللي هم عايزينه يا حبيبتي. زعيم العصابه قال له لا تشكيك في كلامي مش عايز، انت لازم تخلي
عندي في بينا ثقة وإلا هحرمك من مراتك الحلوة دي. هنا جون اتخانق مع زعيم العصابة قال له انت وعدتني انك مش هتأذي سارة. كايل قال له خلوا مراتي تمشي من هنا لأكتر مكان بعيد عن البيت وانا هعمل اللي انتوا عايزينه. في الدور اللي فوق كانت الست اللي بتتابع كاميرات المراقبة بتتفرج على فيديوهات إيفري وهي صغيرة وغيرت هدومها ولبست حتى بنفسجي زفرة من بتوع سارة مرات كايل. زعيم العصابة سحب حقنة مخدرة بتعمل شلل عشان يهدد بيها كايل ومراته. فجون اتعصب عليه جدا وقال له ابعد الحقنة دي عنها وإلا هنكون في حرب مع بعض. فلاش باك نفهم منه ان علاقة جونا بسارة كانت حميمية جدا 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 وظهر كده في لعب بالديول يتنانين وجونا عينه من سارة ميلر الزوجة الصحباء الجميلة قوي قوي. إيفري رجعت من الحفلة وزعيم العصابة كان بيهدد كايل انه هيقطع صباعه لو مرضيش يفتح الخزنة بنفسه. زعيم العصابة اخذ سارة للمطبخ وشلق قناع عن وشه وقال لها انا عارف انك كنت بتحبي اخويا فاقنع جوزك باي طريقة يفتح لنا الخزنة. سارة الذكية استغلت قربه منها وسرقت الحقنة من جيبه. إيفري لما دخلت البيت واكتشفت انهم تحت السطوة حاولت تهرب لكنهم مسكوها. كايل بيحضن مراته وبنته وبيترجاهم ما يقربوش منهم. فزعيم المجرمين عشان يستعطفهم دموعه رقت وقال لهم انا مش شحات والله انا بس عايز 180 الف دولار عشان اسدد ثمن خروف العيد اللي جبته بلا قساط يا جماعه. ساره شدته وخلته تحت تهديد الحقنه اللي سرقتها من جيبه وبدات تهددهم عشان يسيبوا بنتهم تهرب من البيت وخلت كايل يقوم ويفتح الخزنه. ولكن هنا كانت الصدمه للمجرمين لان الخزنه حرفيا كانت صحراء جرداء ما فيهاش اي حاجه. ضربوا كايل على ايده وقالوا له لا يا روح امك انت مش هتشتغلنا، انت خدت فلوس كتير من تجاره الالماس ولازم تقول لنا هي فين دلوقتي حالا ناو. كايل قال لهم انا عندي ديون ورهان عقاري والفلوس كلها بتروح عليهم على الاستثمارات اللي بعملها. إيفري حاولت تهرب تاني لكنها برضو فشلت في الهروب. على الجانب التاني زعيم المجرمين بيخبط الشنط بتاعه كايل لحد ما فتحها واتصدم برضو ان ما فيهاش غير ورق وان كايل مش تاجر ومجرد وسيط بين الحيتان اللي بيتاجروا في الالماس. زعيم العصابه كان هيخلص على كايل لكنه تراجع عشان عايز يطلع باي مصلحه من الساتو اللي هم عملوه الاول. جابوا صوره لساره وهي لابسه مجوهرات غاليه عايزينها. ساره ورتهم مكان المجوهرات دي وقالت لهم يمشوا من المكان ويسيبوهم في حالهم. كايل خبى في ايده الولاعه عشان يقدر يفك نفسه من اللزق المتكتفين بيه. ساره كانت في اوضه تانيه تترجى جونا يسيبهم في حالهم وهتعمل اي حاجه هو يعوزها. جونا قال لاخوه زعيم العصابه انا مش هسمح لاي حد يأذي ساره او بنتها إيفري. عشان نشوف في فلاش باك جونا خارج من حمام السباحه وبيدحرج المثل ساره وصاد كاميرات المراقبه. زعيم العصابه قال لكايل انت ضحكت على مراتك وملبسها عقد فلس وبعت الالماس الحقيقي يا بابا. طب حس كده بقى خد شوف مراتك وهي بتخونك مع اخويا وغالبا خانتك تاني من شويه لما كانوا مع بعض. في الدور اللي فوق إيفري دخلت في فايت مع الست اللي في العصابه وكايل ضرب الازاز شغل نظام الانذار. شركه التامين وصلها الانذار فاتصلوا ببيت كايل واللي رد عليهم جونا وحاول ياخرهم. واحد من العصابه كان هيخلص على كايل ولكن الاخير حانه بالمخدر اللي بيجيب شلل في اللحظه المناسبه. جونا طلب باسورد شركه التامين من إيفري ولكن ابوها جا وكان عايز ينقذها. الكوترا تغلب الشجاعه والمجرمين قفشوه وكتفوه على كرسي وكمان ضربوه بالنار في رجله. ولا كايل انا كنت في صفقه مشبوهه واتسرق مني 180 الف دولار ولو ما رجعتهمش حياتي انا واخويا هتكون في خطر فانت لازم تديني فلوس والا هخلص عليك. وبعدين انت راجل بتتخان عادي فما فيش مشكله لو بقيت بتتخان وتتسرق مش حوار يعني. ساره حاولت تهاجمه لكنه ضربها. جونا قال له مش انا قلت لك ما تمدش ايدك لا عليها ولا على بنتها. والاخين اختلفوا مع بعض. فرد من شركه التامين جه عشان ياخد تقرير باللي حصل. زعيم المجرمين فتح له الباب ولسه بيتكلم معاه. ساره حاولت تشرح لكايل الصوره واللي حصل بينها وبين جونا والاخير من ورا اخوه ضرب بتاع الامن في دماغه وخلص عليه. إيفري مرعوبه على ابوها وحالته الصعبه كانت بتحاول تبعد المجرمين عنه وتقول لهم انا ممكن اقول لكم على مكان هتلاقوا فيه الفلوس كلها. زعيم المجرمين اخذها عشان توريه مكان الفلوس وخلى جونا يراقب ساره وكايل. فلاش باك عشان نعرف انه جونا فرض نفسه عليها بالعافيه وهي كانت بتطرده بره حمام السباحه والبيت. كايل قال له جونا انا هقول لكم بنفسي على مكان الفلوس بتاعتي كلها بس خلي الستات اللي معاكم ياخدوا بنت إيفري لبر الامان بعيد عن هنا الاول. إيفري طلعت بنت ذكيه وفكت حزام الامان بتاع الست اللي في العصابه ودخلت بالعربيه في عمود كهرباء وسابتها حياتها تنتهي وهربت من العربيه. جونا كان عايز ياخد ساره ويمشوا من البيت لكن زميله في العصابه منعه. زعيم العصابه لما شاف الفايت اللي بينهم ضرب الشخص التاني عشان ينقذ اخوه ولكن الشخص ده كشف حقيقه جونا قدام اخوه وقال له ان هو اللي كان مخطط لسرقه الفلوس مننا في العمليه الاخيره. ساره وكايل في الوقت ده حاولوا يهربوا لكن اخو جونا بيمسك ساره وبيحاول يقنعه عشان يخلص عليها. جونا بيجري عليه عشان ينقذ ساره من ايده وهنا بيقع عليهم فلوس كتير جدا كايل كان مخبيهم. وفي نفس الوقت في ماده مشتعله بدات تملى المكان والمجرمين مش واخدين بالهم. إيفري بتيجي بالمسدس وقبل ما اخوه يخلص عليها جونا خلص على اخوه. هنا كايل اللي في حاله صعبه جدا ولع الماده المشتعله حوالين جونا والاخير طلب المساعده من ساره. لما رفضت شدها غصب عنها عشان حياتها تنتهي معاه لكن كايل اتدخل وضربه بالنار خلص عليه. وبينتهي الفيلم بهروب العيله بينما بقيه المجرمين جوه البيت اللي ولع كله. الدرس المستفاد من الفيلم ده عزيزي التنين انك ما تتجوزش واحده ممكن تخونك. خلي بالك من الخاينه
انها تحب الجنين او البواب حسب مستوى معيشتك التنين. اوعى تحب هو، اوعى تتجوز واحده، اوعى تشتغل مع ساره. وبعيدا كل البعد عن الموضوع، خلينا نتناقش مع بعض في العيد وخروجاته. عملتوا ايه يا تنانين في العيد واخبار اللحمه معاكوا ايه؟ انا عن نفسي قضيت العيد كل شويه اقول لواحد شكل الف مبروك على الجواز، مش عارف امتى هيتقال لي انا مبروك على الجواز. قولوا لي من فضلكم يا ملوك الاخلاق والمكارم، امتى هتجوز والا هبوظ الجوازه. الفيلم ده من تلخيص كرم خير الله، وهتلاقوا الصفحه بتاعته في التعليق المثبت. كان معكم اخوكم محمد الشامي زعيم حركه لا للجواز من ساره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.